ميراي جحجح، اهلا وسهلا فيكي بسكاي نيوز عربيه. نحن اليوم عندك بخريف عمر، خبريني مين انت بالمسلسل؟ شخصيتي اسمها تيا، طالبه بكالوريا، بسيطه الشخصيه، ما بصير معها كثير احداث، بتمر بعلاقه حب لطيفه، بنشوفها مع رفقاتها في جو شله بحبوا بعض وشله رفقات حلوين، بيطلعوا مشاوير خارج الدوام، يعني بيشوفوا بعض مو بس بالمدرسه، مو بس بنطاق المدرسه، وشخصيه هيك بسيطه ظريفه كيوت. قلتي لي كمان انه في عندك بعاصي الزند كمان دور، احكي لي كمان من انت في عاصي الزند؟ بعاصي الزند انا اسم شخصيتي نجمه، بكون بنت ريفيه بنت ضيعه متعوده على الأسوأ، أمها متوفات ما بتلاقيها مع أم، عندها أخ وساكنة هي وأخوها وأبوها، قوية تشتغل أشغال ريفية بحتة، ومنشوفها هيك إنه هي حدا قوي بيعرف شو بده وحاضرة، قلبها حاضر يعني ما بهز شيء. أنا بحس إنه أنتم محظوظين لأنه بعرف إنه كل النجوم السوريين قضوا سنوات من عمرهم لحتى يقدروا ياخذوا فرص، هذا العام بنقدر نقول عنه يعني عام الوجوه الجديدة بسوريا، لأنه مزبوط. كم كبير من الوجوه الجديدة انضم للدراما السورية للأعمال اللي عم تتصور حاليا، شوفي حالك محظوظة ولا مجتهدة؟ في حظ وفي اجتهاد، في حظ إنه نحن هلا بزمن السوشيال ميديا، بزمن واسع الانتشار نقدر نوصل بفترة قليلة، بس هذا الشيء كمان له مخاطر وله مخاوف، يعني هذا الشيء مو دائما بيطمن، يعني الحمد لله الحمد لله في أعمال، الحمد لله عم بيكونوا مطرقين لخريجين المعهد، في يعني من عروض تخرج العالم عم تجي عم تشوفنا، عم نكون هيك نحن متخرجين ومنتشرين، يعني العالم بتعرفنا، المخرجين بيعرفونا، فعم يتواصل عم يتم التواصل معنا بسرعة يعني بعد التخرج، وهذا الشيء أكيد كثير منيح. بالنسبة إليك إنه أنتوا تدرسوا مسرح بس تشتغلوا تلفزيون كثير بيفرق معكم، الشغل بالمسرح على الخشبة مختلف تماما عما تفعلونه اليوم، يعني طبعاً. صار عنكم هيدي الصدمة أول ما طلعتي من على خشبة المسرح كممثلة المرة الأولى؟ إيه طبعا، شيء مختلف تماما، في هي التمثيل مهنة بس مختلفة تماما، مسرح تلفزيون سينما هن كتير مختلفين عن بعض، التعامل مع الكاميرا هو مانو شي سهل، بس بنفس الوقت أنا بلاقي المسرح هو أصعب من التلفزيون، لأنه المسرح فيه شغل أكتر، فيه ممنوع الغلط على المسرح، الغلط لازم يتدارك بأرضه، لازم الواحد يكون حاضر دائما دائما، أكيد على الكاميرا لازم دائما يكون واحد حاضر، بس في مجال بسيط للخطأ، بتعيدي إيه، بس على المسرح لا، في خط فعل متصل من أول العمل، من أول العرض المسرحي لنهايته، هذا ما بيتقطع، ما بيصير يتقطع، وإلا بيصير في خلل.